أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على مأساة مخيم النازحين في حرب التابعة لمحافظة حجة. قال مراسل قناة بلقيس في حجة إن عدد ضحايا قصف ميليشيا الحوثي على مخيم للنازحين في مديرية حرض ارتفع إلى 9 شهداء. أضاف المراسل أن هجوم الميليشيا على المخيم أسفر عن وقوع أكثر من 30 جريحا بينهم أطفال ونساء. يأتي هذا الاستهداف من قبل الميليشيا بعد نحو أسبوعين من ارتكابها مجزرة بحق أهالي قرية شليلة والتي راح ضحيتها 8 مدنيين بين أطفال ونساء. في السياق ذاته استشهد مدنيان وأصيب آخرون بقصف شنته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى التابعة لمحافظة الحديدة. مصادر محلية قالت إن امرأة في العقد 5 من العمر استشهدت، فيما استشهد شاب آخر جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي بقذائف الهاون على قرية السبعة جنوب مدينة حيس. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: إلى متى ستستمر الميليشيا في قصف واستهداف المدنيين؟ ولماذا تغض المنظمات الدولية والأمم المتحدة الطرف عن هذه الجرائم؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. صورة من صور التغريبة اليمنية وحكاية من حكايا معاناة اليمنيين اليومية والمتزايدة جراء الحرب. إلى المجهول يرحلون لا يعرفون إلى أين ولا كيف ستكون حياتهم الجديدة ولا ما هي الأرض التي سيحطون فيها هذه المرة. كل ما يعرفونه من فعل هذا بهم ومن يقف خلف معاناتهم. أهالي قريتي شليلة وبني الحداد في مديرية حرض يذهبون من جديد محملين بأوجاعهم بحثا عن مأوى آمن. ينزحون للمرة الثالثة من مخيمهم بعد أن تركوا خلفهم 9 شهداء وأكثر من 30 جريحا جراء استهداف ميليشيا الحوثي لمخيمهم. أنا عندي جاهل معوض وأنا بتجرحا. هذه أم لمعاق أصيبت ابنتها أيضا بقصف الميليشيا الحوثي الأخير، لا تدري ما مصير ابنتها ولا ماذا تعمل. تختزل حكايتها حالة التيه اليمنية ويختصر وجهها تقاسيم اليمن وتفاصيل معاناته وظروفه الراهنة. الصاروخ انتشر في الأرض، يعني المحل حقه حوالي حق 7 سنتي 8، ولكن الشظايا تمكنت في المخيم كامل وقتلت. حتى أنا عثرت على جثة ولد صغير راقد في أحلى نومه ما لقيتش راسله. 9 شهداء وأكثر من 30 جريحا سقطوا جراء قصف الحوثيين على مخيم للنازحين. قبل نحو 2 أسبوع سقط أيضا 8 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأتان جراء قصف حوثي آخر. الميليشيات الحوثية تستهدف البيوت، المنازل، المخيمات وهم نائمين، الشيوبة والأطفال والنساء بأي ذنب لهن؟ مدنيون بلا ذنب يسقطون ضحايا قذائف ميليشيا الحوثي جراء استهداف مخيماتهم للمرة الثالثة. ينزحون ومع كل نزوح لهم يناشدون ولا مستجيب. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث. أرحب بمن ينضم إلينا من حجة وكيل المحافظة ناصر دعقين. أرحب بك سيد ناصر. إذا أنت زرت المخيم في حرض، ما الذي حدث بالضبط؟ تحية لك وتحية لكل مشاهدي قناة بلقيس. أخي العزيز، اليوم حدثت مجزرة مروعة، مجزرة إرهابية بكل ما تعنيه من كلمة. للعلم أنه للأسف الشديد استخدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية وسائل الأسلحة التي نهبتها من قوات الدولة ومن الجيش لتستهدف بها المواطنين الآمنين في مساكنهم وفي مخيماتهم. كما تعلمون في تقريركم سرد موضوع نزوح أهالي ومواطني قرية شليلة الذي كان في الاستهداف السابق والذي صار ضحيتها 9 من الشهداء من جلهم وأكثرهم من النساء والأطفال. تم استهدافهم السابعة والثامنة مساء في قرية شليلة، وتم نقل الأهالي والمواطنين والنازحين إلى هذا المخيم الذي يبعد مسافات كبيرة أكثر من عشرات الكيلوات في مكان آمن. تم إرسال طائرة بدون طائرة مسيرة تحمل كاميرا رصدت الموقع يعني بعد صلاة الفجر الساعة تقريبا 6 صباحا اليوم، أسفر عن هذا القصف. بعدها تم تفجير هذه الطائرة المسيرة، ثم بعدها
يبدو انها عملت او نقلت الاحداثيه لهذا المخيم، ومن ثم بعد تم ارسال هذا الصاروخ الكاجوشا والذي يبعد تقريبا مسافه القصف الى المخيم تقريبا في حدود 23 كيلو. نتج هذه الجريمه هذه الماساه المروعه في صفوف المدنيين وهم امنين يعني نائمين بعد صلاه الفجر. هذه الجريمه النكراء للاسف الشديد نحن نقول انه تطور الاسلحه المتطوره في ظل صمت دولي مريب وفي ظل يعني ضعف رقابه كبيره من قبل المنظمات الدوليه والانسانيه التي تعني بحقوق الانسان وايضا يعني لتحميل وادانه الجرائم الارهابيه التي تسفر يعني او او او, أو توصل هذه الجرائم الى المدنيين بدون رحمه ولا راجع ولا زاجر. هذه الماساه كما تعلمون اخي العزيز ذهب ايضا النازحون لتركوا هذا المخيم. نحن الان نبحث عن مكان امن. للاسف الشديد المنطقه قلت لك كانت في مكان امن وبعيد من مواقع الاشتباكات فهي بعيده، ليست هناك منطقه حرب ولا هي هناك قريبه من مواقع الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيا التمرد. هي تستخدم اسلحه متطوره اسلحه طويله المدى لضرب اينما وجد الساكنين او القرى او الامنين، لضرب الاسواق، لضرب الممتلكات، لضرب الامنين، لضرب المواشي، عدم السماح حتى طيب. باسواقهم ان يمارسوا الناس. سيد ناصر الحياة. سيد ناصر هل لا تعطينا الاحصائيات المتعلقه بضحايا، يعني اخر احصائيه لديك فيما يتعلق بهجوم اليوم؟ اليوم هم سبعه والان قيل انه صار يعني اسرع الى 9 شهداء واكثر من 27 جريح، بينهم سبعه حالاتهم خطيره وخطيره جدا، يعني حالتهم تتفاقم بفعل الاصابات الجسيمه في الجرح في صفوف. الى اين تم نقلهم سيد ناصر؟ الى اين تم نقلهم؟ هل هناك مستشفيات تستطيع تقديم الاسعافات اللازمه؟ والله يا اخي الشكر موصول لقوات التحالف رئيس المملكة العربية السعودية، للأمانة هم قاموا بنقل فيما يخص الجرحى وأيضا نقل الجثامين، تم نقلهم إلى مستشفيات المملكة العربية السعودية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد ناصر. أرحب بمن ينضم إلينا من فيينا، رئيس وحدة الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، إذا مجزرة جديدة بحق المدنيين في الحرض، ما الذي يشير إليه هذا الاستهداف المتجدد للمدنيين؟ مساء الخير لك ولضيفك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. وفي البداية أقدم التعازي لأهالي الضحايا وأهاليهم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لجميع الجرحى. حقيقة الأمر إن استمرار القصف المتكرر والمتعمد من قبل ميليشيات الحوثي لتجمعات سكنية وغير دون وجود أي مبرر لضرورة عسكرية واتفاقية جنيف، هذا يندرج ضمن جرائم الحرب والتي تنص اتفاقية روما على وجوب نظرها من محكمة الجنايات الدولية كجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم. لكنه يؤكد أمر في غاية الأهمية، هو أن هذه الميليشيات لا تعبأ بحقوق الإنسان ولا بالاتفاقيات الدولية، وتزامنها في هذه اللحظة وفي هذه الفترة بالذات يؤكد على أنها غير جادة في الذهاب بعيدا في مشاورات ستوكهولم التي كنا نتمنى ويتمنى جميع المجتمع الدولي أن تفضي إلى سلام دائم وآمن في اليمن بشكل كامل. لكن يبدو أنه من خلال مراقبة الممارسات وخاصة في الفترة الماضية يجد أن هذه الميليشيات يبدو أنها تريد أن تفر من هذه المشاورات نحو مزيد من الدماء، نحو مزيد من الانتهاكات، وهذا ما تؤكده هذا الأمر. وإلا ماذا يعني أن يتم استهداف مخيم للنازحين الآمنين الذين لا تركوا بيوتهم تحت بالإكراه بسبب الحرب أو بقوة السلاح،
ويتم استهدافهم بهذه الصورة إلا يؤكد أن السلوك الإجرامي ما زال هو المستوطن وهو الكائن في مثل هذه الممارسة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ توفيق. أعود إليك سيد ناصر داقين، يعني الآن في سياق أن تحدثت على أن هناك طائرة مسيرة تم انفجرت، هل تم تفجيرها أم أنها انفجرت من تلقاء نفسها، حتى أخذ معلومة يعني فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد؟ أولا أخي العزيز، الأخ نحن شاهد عيان بعد الساعة 6 صباحا، لأجل نوضح للمشاهد ونوضح للرأي العام وللحقوق الإنسان الذي يشغلونه ودوخونه على حقوق الإنسان والناس معهم في وادي حقوق الإنسان، وهي كلها مزايدات إنسان. عندما تتحدث عن حقوق الإنسان من شأن دوافع إنسانية حقيقية لا يأبه لها ولا يتحدث عنها. هذه طائرة بمحملة بكاميرا هي نقلت إحداثية الموقع، ولذلك الجريمة الذي أثرت اليوم هي تعمد إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي، هي رفض متعمد مع صفق الإصرار. تم دخول هذه الطائرة المسيرة إلى موقع المخيم، هذا موقع أقولها بالمفتوح، موقع مخيم للنازحين، ليس موقع عسكري وليس موقع اشتباه، وبيبعد عن الاشتباكات أكثر من 23 كيلو في مناطق في المناطق المحررة. هذه الطائرة صورت الموقع ووصلت إلى فوق المخيم في وسط المخيم، انفجرت الطائرة فوق المخيم مباشرة، بعدها بلحظات بسيطة تم إرسال هذا الصاروخ الكاتيوشا ليدمر ويحدث هذه المأساة الإنسانية في صفوف المدنيين في هذا المخيم. طيب، يعني هناك لا زالت بعض النقاط غير واضحة فيما يتعلق بهذه النقطة. طيب، أنتقل إلى سؤال آخر، يعني في سياق الوضع في المخيم هناك حديث عن نزوح آخر من وإلى المخيم، ما هو أوضاع الناس هناك الآن بعد هذه الحادثة المأساوية؟ والله يا أخي الحقيقة أنا لا أخفيك القول أنه الوضع سيء جدا، وأنت تعرف أني لدينا إشكالية قانونية وهي وخاصة هي في منطقة حدودية ما بين الشقيق المملكة العربية السعودية ومديرية الحرب التي تتبع أبناءنا وأشقاء أبناء محافظة حجة. تمام، الوضع الآن نحن قلقين للأمانة كسلطة محلية وقلقين أنه ليس هناك، لأنه ليس مكان آمن، بما أنه يعني خاصة بعد صلح الحديدة بعد تهدئة الحديدة نقلت معدات ثقيلة وأسلحة متطورة لنقل هذه الأسلحة الثقيلة واستهداف الآمنين إلى مرة، لأنه اليوم ليس مديرية حرب، اليوم تم استهداف أطفال ومواطنين في مديرية حيران، هي أيضا صواريخ الكاتوشا إلى مناطق آهلة في السكان، ونتيجة عنها استشهاد طفل وجرح 2 مدنيين. أقول المسألة هي أنه نحن نلاحظ التماهي من قبل الرعاة الأممية أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو المبادئ الإنسانية عدم الردع والزجر أو تحمل مسؤوليتها في اتجاه استخدام ميليشيا الحوثي هذه الأسلحة لضرب المواطنين والأهلين بالسكان. يعني لا نسمع ردين وهدار ومشاكل طيب حول المواطنين، لكن لا نسمع حقيقة واضحة. سيد الوكيل، يعني بما أن المكان قريب من الأراضي السعودية وأن هناك مناطق الشبكات قريبة، هل تطلبون من التحالف تأمين المنطقة عبر صواريخ باتريوت مثل ما يحدث في مناطق أخرى، باعتبار أن هناك تكلفة إنسانية عالية يعني يتسبب فيها إلى حد ما وجود المخيم بالقرب من مناطق اشتباكات؟ المخيم انا اكدت لك يا اخي المخيم بعد على بعد 23 كيلومتر، هو يعتبر الى حد ما بالقرب، يعني ليس منطقه بعيده جدا. اؤكد ان المخيم بعيد في مكان امن وليس له. طيب، هل تطلبون من التحالف مزيد من التامين لهذا المخيم؟ نحن يعني من حيث المبدا لدينا امل في الله سبحانه وتعالى، ثم جهود اخواننا واشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، ولا زالوا لا ننكر جهودهم، هم وفروا هذا المخيم وساهموا مساهمه كبيره في ايجاد وسيله
الإيواء بما فيه من الإيواء والسكن والفروش والحمامات والمياه. لكن كما ترى اليوم حدث هذه الجريمة البشعة. ونحن قلت لك أنا أقول لا أمل لأبناء حجة بالذات إلا أن يعني ندعو قوات الجيش الوطني وقوات التحالف في الحسم وسرعة تحليل بقية المديرات وحتى نعمل المحافظة في الأمن والاستقرار إن شاء الله. أشكرك وكيل محافظة حجة أستاذ ناصر دعقين، كنت معنا بالهاتف من حجة. بالعودة إليك أستاذ توفيق، سمعت يعني هذا الحوار مع سيادة الوكيل، برأيك هل هناك حاجة أكبر لتعزيز التأمين للمدنيين في مناطق التي وإن كان كما يقول وكيل المحافظة يبعد المخيم حوالي 25 كيلومتر تقريبا من مناطق المواجهات أو الخط الأمامي المواجهات، لكن يعتبر إلى حد ما هناك على مرمى النار إن صح التعبير، هل هناك حاجة يعني لتأمين أكبر للمدنيين في هذه المناطق؟ أخي حقيقة يعتبر المدنيين حتى ولو كانوا في المناطق أو في المدن مؤمنين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأعتقد أن هنالك أن اتفاقية جنيف كانت واضحة في حماية المدنيين ووضعت مجموعة من الشروط ومجموعة من المعايير المتعلقة بالضرورة، فما بالك إذا كان الأمر عبارة عن مخيم خاص بالنازحين ومعروف للقاصي والداني بأنه مخيم. هذا يصبح إنشاء مثل هذا المخيم ووضع العلامات الضرورية على هذا المخيم يعتبر في حد ذاته يعني أمان كامل. من المفترض اليوم على الحكومة الشرعية وعلى دول التحالف العربي أنها عندما تقوم بإنشاء أي مخيم من المخيمات للمدنيين أن تضع عليه العلامات القانونية ثم تشعر الصليب الأحمر وتشعر المنظمة الأمم المتحدة بأنه تم إنشاء مخيم خاص بالنازحين في المنطقة الفلانية في منطقة إحداثيات معينة، بحيث تبلغ هذه الأطراف جماعة الحوثي وبحيث نسقط هذه الحجة بصورة كاملة ونهائية. هنالك مجموعة من الإجراءات يجب أن تتخذ، لكن الذي أعتقد ما دام أن هنالك مخيم للنازحين أعتقد مثل هذه الجريمة هي جريمة حرب مباشرة، لأنه حتى لا توجد ضرورة عسكرية، ليسوا في مواجهات، ليسوا في نقاط تماس معينة إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم على الحكومة أن تتحرك بصورة أكبر، تقدم مثل هذا الملف أمام لجنة الخبراء البارزين التي تحقق في قضايا الانتهاكات في اليمن، أن تضعها أمام اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الأمن في مثل هذا الأمر، اللي أيضا مجلس حقوق الإنسان، تطلب بالمجتمع الدولي بإدانة مثل هذه الجرائم، بإضافة إلى كما قلت لك الإجراءات المتعلقة بوضع الإشارات وإبلاغ الجهات بوجود مخيمات مدنية في هذه الأماكن. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ توفيق. أرحب بمن ينضم إلينا من حرض، الصحفي هشام الشبيلي. أهلا بك أستاذ هشام، قل لنا آخر المستجدات من حرض. نعم أخي العزيز، ما حدث اليوم في مديرية حرض في مخيم نازحي قرية شليلة والحساولة والحصنيلة يعني مجزرة بشعة سبقتها مجزرة سابقة تهجير إجباري. نحن أمام يعني كارثة إنسانية، أمام يعني إرهاب، أمام جريمة بشعة بحق السكان، بحق المناطق هذه المحاذية القريبة من مناطق المواجهات. أخي العزيز، السكان في هذه المناطق يعني رحلة التهجير مرت بخمس مراحل، بداية من منطقة الحصنين إلى قرى حساولة إلى قرى ملغرف إلى شليلة وأخيرا إلى مخيم شليلة. لم يسلموا هؤلاء المواطنين العزل المدنيين من قصف الميليشيات في هذه الرحلات المتالية. كان آخرها قبل أسبوع 8 قتلى من المواطنين و15 جريح. ما حدث اليوم يعني جريمة بشعة بحق السكان، بحق الأهالي، بحق هذه المنطقة، وللأسف يعني. طيب كيف هو الوضع الآن في المخيم؟
المخيم هو يعني لا يوجد فيه أحد المواطنون، يعني في المناطق الصحراوية لا يجدون أماكن الذي يمكث فيها. لا أدري إن كان هنالك معالجات سريعة قامت بها قام بها الجيش أو منسق الشؤون الإنسانية للقوة ديزان في الجيش السعودي. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ هشام. أعود إليك أستاذ توفيق، برأيك الآن ما هو التحرك الواجب؟ يعني في سياق الكثير من الحوادث التي تتم في مناطق سيطرة الشرعية، هناك رأي عام يقول أن الجريمة تصبح يتبعها يعني لغط أكبر بالمقارنة بما يحدث بمناطق سيطرة الحوثيين. بافتراض جدل، بافتراض صحة هذا الأمر جدلا، ما الذي يجب عمله الآن لضمان حقوق هؤلاء الذين سقطوا اليوم؟ الخطوة الأولى هو توثيق هذه الجريمة بصورة قانونية وحقوقية. الأمر الثاني، لابد أن توضع هذه الجريمة أمام لجنة الخبراء البارزين، يجب توثيقها، يجب أن تستمع لهؤلاء الضحايا، يجب أن تدرجها ضمن ملفات التحقيق لهذا العام الذي سيصدر بها تقرير في نهاية العام. يجب الحكومة الشرعية أن تطلب إدانة واضحة من منسق الشؤون الإنسانية في اليمن على هذا الأمر. هذه الإجراءات الضرورية، لأنه كما قلت لك قضية الحماية، لأنه من الصعوبة أن توفر حماية لكل المناطق المدنية إذا أخذنا بعين الاعتبار الحماية العسكرية. هذا أمر في غاية الصعوبة، هنالك اتفاقيات، هنالك مواثيق. وما يلفت النظر على أن اليوم جماعة الحوثي وإن كانت جماعة غير شرعية، لكن أي طرف يدخل الحرب هو ملزم بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، ويحاسب على انتهاكها ويحاسب على تجاوزها وفقا للقانون. وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تتحرك تحرك جاد وقوي، وتتحرك عبر سفاراتها، عبر مندوبها، عبر منظماتها، وتكشف للرأي العام ما يحدث، ما حدث اليوم وما حدث سابقا. يعني اليوم يتحدث الإخوة عن مجزرة في 12 من يناير، ثم تلتها مجزرة دون أن تأخذ بعدها وحقها وتحركاتها إلى غير ذلك. وهذه حقيقة الأمر يجب أن لا يسكت عنه. تقرير لجنة الخبراء البارزين السابق أشار إلى الهجمات العشوائية على محافظة تعز، واليوم يجب أن تدرك هذه الهجمات العشوائية على مخيمات النازحين، سواء كانت في حجة أو كانت في معرب أو كانت في الحديدة، خاصة حيس إلى غير ذلك. هذه المناطق يجب أن توثق، يجب أن تستمع هذه اللجنة للخبراء إلى غير، يجب أن نضع الرأي العام أمام الواقع، يجب أن نعريه إذا كان هذا الرأي العام والمجتمع الدولي غير آبه بما يحدث في اليمن، يجب أن نعريه، يجب أن تحضر وسائل الإعلام، يجب أن يستمع صحفيين أجانب، قنوات، إلى غير ذلك. أشكرك أستاذ توفيق الحميدي، رئيس وحدة الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. أعود إليك أستاذ هشام، يعني في هذا السياق ما هي الرسالة التي ينقلها الأهالي؟ من ما الذي يطلبه الأهالي في حرض، في حجة بشكل عام، من الحكومة، من منظمات المجتمع الدولي، من يستطيع أن يقوم بشيء لإيقاف هذه الاستهدافات المستمرة للمدنيين؟ للأسف هؤلاء السكان، هؤلاء الضحايا الذين الآن يعني موزعين على عدة مناطق لا يجدون مكان يأوون إليه، أخذ لهم الكثير، سلطة محلية، منظمات دولية، منظمات تدعي حقوق الإنسان، فقدوا أمل بكل شيء. هم يعيشون الآن يعني مرحلة تيهان، ضياع، يعني لا استطيع اصف لك ما يحدث الان على الارض. يعني الناس لا تجد الماء، الناس في وضع يعني صعب. يعني ربما ان الصور التي تصل اليكم هي تحكي كل ما يدور في الارض، يعني وضع الناس متعبه جدا، لا وجود لدور المنظمات الانسانيه والاغاثيه. هنالك يعني معالجات يعني قام بها مركز الملك سلمان، وقام بها قائد اللواء الاول خاصه العميد محمد الحجوري، معالجات عاجلة لكنها لا توفي. السكان لا يجدون الماء، لا يجدون الغذاء، لا يجدون حول. الناس شردوا من منازلهم، فخخت مزارعهم، نفقت أغنامهم ومزارعهم، هم ليسوا بحاجة إلى منظمات ولا إلى شيء. لكن هذه الحرب، هذه الجريمة جعلتهم يعني لا يجدون شيء في هذه الصحراء.
أشكرك على نقل الصورة لنا من حرض، كنت معنا الصحفي هشام الشبيلي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتنا، في أمان الله.